عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، لم يرسل جابر ولم يرسل جماعة من الناس، وما اشترط عليهم أيام معينة. صحيح إن بعض الناس يقول لا نريد نخرج في سبيل الله للدعوة مثلا 3 أيام 40، ممكن هؤلاء القوم يحتاجوا أكثر من 40 وممكن يحتاجوا أقل بحسب الحال. يعني معقول تجلس عندهم 3 أيام وبقي عندهم أشياء لم يتعلموها مثلا في الصلاة وفي الطهارة، إيش تصنع؟ تمشي وتتركهم؟ لا، إذن التحديد بأيام هذا ليس من السنة بل مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي من قوم من أهل الكتاب، فإن هم ما أطاعوك فأعلمهم، فإن هم ما أطاعوك فأعلمهم. يعني معناها جالس لا مرور كرام، جالس يعلم يربي يفقه، لأن من السهل جدا أن يدخل الإنسان في الإسلام، ترى سهل جدا، لا يعرض اسمع والله لا يعرض الإسلام على عاقل ويرد، والله الذي لا إله إلا هو لا يعرض الإسلام على عاقل ويرد إلا متكبر مثل فرعون معاني مستكبر، في أحد يرد الإسلام؟ ما يمكن، عاقل والله لا يرد الإسلام، المهم يعرض الإسلام، لا أتكلم، يعرض الإسلام، تعرف عليه الإسلام، تبين له، يكون عندك حكمة وكذا، ويقول أحد الدعاة، يقول إذا لا تعرف اقرأ القرآن، يسلم، حتى لو كان لا يفهم شيئا، لأن يدخل القرآن إلى قلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا على الكفار القرآن. إذا لابد من الدعوة، لأن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. غير هذا ما لا أخذ. ها، كتبت الاختبار أو لا؟ المؤمنون على شروطهم، ممكن وقف الدرس اليوم. ها، كتبتم الاختبار؟ نعم. 1 لا، 2 اسأل الطلاب بعد الدرس يعطوك كتاب ويعطوك الموقع، إذا ما تجد الحمد لله حلول كثيرة هذه الأيام. إنا لله. في إشكال في الأسئلة؟ لقراءة الأسئلة في إشكال؟